بداية يتم تصنيع الشاحنات عن طريق الحاسوب بنظام ثلاثي الأبعاد، حيث يعمل فريق مختص على تصميمها ومراجعتها قبل البدء بعملية التصنيع الفعلية. إن عملية تصنيع أي نوع من الحافلات والعربات تبدأ بمرحلة التصميم، وهي من أهم المراحل التي بدورها تحدد جودة وقدرة العربة على أن تكون فائقة الأداء. يقوم مهندسو التصميم الميكانيكي برسم التصاميم اللازمة حسب الطلب ووفقاً لمتطلبات مراكز الإطفاء حول العالم، فالشركة لديها 500 مهندس يعملون على التأكد من جودة التصاميم وابتكارها. بعد الانتهاء من التصاميم الهندسية، تنتقل الرسومات إلى خطوط الإنتاج المختلفة لتبدأ عملية صناعة شاحنات الإطفاء بدقة وحرفية.